حضرتك محتاج مساعدة؟ أيوة لو سمحتي، عايز قميص وبدلة وكرافتة. خلينا نبدأ بالبدلة، حضرتك عايز بدلة لونها إيه؟ إيه الألوان اللي موجودة؟ في ألوان كتير، أسود، أبيض، كحلي، نبيتي، زيتي، رمادي. ممكن أشوف الكحلي؟ مقاس حضرتك كام؟ مش متأكد، ممكن 44 أو 46. ممكن نجرب 44 الأول. بالنسبة للقميص، حضرتك عايز أنهي لون؟ ومقاس حضرتك كام؟ أنا عايز قميص أبيض سادة ومقاسي 38. تمام، اتفضل جرب البدلة والقميص والكرافتة في البروفا. ماشي، شكرا. المقاس مظبوط؟ ايوه المقاس مظبوط واللون جميل قوي. بكام البدلة والقميص والجرافطة مع بعض؟ الطقم كله ب2000 جنيه. طيب جميل، انا هاخدهم. حضرتك محتاج مساعدة؟ ايوه لو سمحتي، عايز قميص وبدلة وكرافطة. خلينا نبدأ بالبدلة، حضرتك عايز بدلة لونها ايه؟ ايه الالوان الموجودة؟ في ألوان كتير، أسود، أبيض، كحلي، نبيتي، زيتي، رمادي. ممكن أشوف الكحلي؟ مقاس حضرتك كام؟ مش متأكد، ممكن 44 أو 46. ممكن نجرب 44 الأول. بالنسبة للقميص، حضرتك عايز أنهي لون؟ ومقاس حضرتك كام؟ أنا عايز قميص أبيض سادة ومقاسي 38. تمام، اتفضل جرب البدلة والقميص والكرافتة في البروفا. ماشي، شكرا. المقاس مظبوط؟ ايوه المقاس مظبوط واللون جميل قوي. بكام البدلة والقميص والكرافتة مع بعض؟ الطقم كله ب2000 جنيه. طيب جميل، أنا هاخدهم.